انتوا جايبيني هنا ليه؟ انا مش فاهم حاجه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ اعزائي المشاهدين، ها نحن امام جريمه نكراء يندى لها الجبين، انهم الفسده والفاسدين من افسدوا حياتنا الامعائيه، انها ظاهره التسمم الغذائي يا ساده، انه القاتل. حضرتك قاتل ايه؟ انت اللي ايه اللي بتقوليه ده؟ وفي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ايه اللي بيحصل وايه الكاميرات دي حضرتك؟ استاذ عادل، ما رايك في التهم المنسوبه اليك؟ انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. What is your reply about this issue? انا مش هتكلم الا قدام مدرس الانجليزي بتاعي. ها هو يعترف المعلم عادل الشهير بدولة بانه من ارتكب كل الجرائم الغذائيه والمعويه في هذه البقعه التي انا حضرتك ما عملش اي حاجه. حضرتك الناس كلها عارفين، وكل الناس عارفين مين هو عادل سعيد من الاول. جزء حضرتك عادل سعيد عمره ما يعمل كده سيادتك. وبعدين انا بطالب الشعب المصري، بطالب الشعب المصري كله ان هو ينزل يعمل لي مليونيه، يعمل مليونيه كلنا عادل سعيد، واعمله كمان صفحه على الفيسبوك. ايوه ايوه حضرتك، انا بطالب الشعب كله ان هذا الشعب يجب ان يقف معي، يجب ان يقف معي. طالب الشعب من غير ما تاخد المايك بتاعي طالبه على طول. حضرتك انا عايز اعرف انا كبش في ايد مين. انا عايز اعرف انا كبش في ايد مين. رد عليا. لا سلام، انا بطالب شعب مصر كله، بطالب الشعب كله، مش الشعب كله لا. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي، اللمه دي لمه رجال. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي، اللمه دي لمه رجال. يا نجلاء فيني بق الواد الجعان ده، خلينا نلاقي لقمه ناكلها. ممكن تسيب الواد في حاله وهو مش ناقصك؟ حد يتصل بعادل عشان يجي يلحق اللحمه قبل الواد ده ما ياكلها. كلمته حماتي كنسل عليا. تلاقيه جاي في السكاتوس بقى. كل براحتك يا حبيبي، كل براحتك. انت هنا في بيت جوز خالتك، يعني كانك في بيت ابن عمتك بالظبط. ايه ده ياسمين؟ بابي خبط، افتح الباب. بابا اتأخرت ليه؟ ونسيت مفتاحي كمان. تعالي تعالي تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله انك جيتي عادل قبل الواد ده ما يخلص الاكل. يخلص الاكل ايه؟ انا ما جبتش حاجه، انتوا مجوعيني. مالك يا حبيبي؟ شكلك متضايق، في ايه يا عادل؟ خدوا عربيه الكبده يا رانيا، خدوا عربيه الكبده وكانوا يحبسوني. ليه خير يا عادل؟ في ايه؟ الكبده طلعت مضروبه؟ كل حاجه طلعت مضروبه، كل حاجه. الحمد لله انا عرفت اعدي بنفسي، الحمد لله كنت هتحبس وانا ناقص مصايب. اهدى يا عادل، اهدى يا عادل يا حبيبي، والف حمد لله على سلامتك. بيبي معلش، هو في مصيبه تانية مستنياك الحقيقه. مش قادره اعبر عن مشاعري، بس يعني الحقيقه انه في حقيقه القول ان نجلاء اختي اتطلقت. مساء الخير يا ابو ياسمين. يعني الحمد لله، هو الواد صامولة ده يعني صراحة يعني ما كانش لايق عليكي، يعني كويس ان انت اتطلقت منه. ولا يهمك ولا يهمك، بكرة تتجوزي احسن منه 100 مرة. احب اضيف لك ان هي هتقعد على قلبنا هي وابنها في البيت، ياكلوا ويشربوا ويستهلكوا مية وكهرباء. وماله صامولة؟ ده هو كسيب وزي الفل وراجل شغال. يعني كنت اصبري اصبري يا نجلاء، مصارين البطن بتتخانق. ايوه انا كنت ناقص مصايب يا ربي. دول حبيبي.